باش نعتمدوه مدخل استاذ صافي عفوا لمحورنا الثاني عنوانه المغرب العربي وسط التحولات الاقليميه تحدثوا عليها. لا خليني احكي لك حكايه في الموضوع هذا لانه هذا موضوع مهم جدا. هي حرب تندوف الحدود الجزائريه المغربيه تمت في 63، وسرعان ما تم وراها اصطفاف دولي. الثوره الجزائريه وقف معها عبد الناصر، وقف معها كاسترو، كوبا دعموها كثير، السوفيات إلى غير ذلك. اللي تدخل بوساطة هو مودي بوكيتا في مالي. الجيش المغربي انتصر في الأيامات الأولى، ولكن هناك رواية تحكى وحكاها الحسن الثاني بنفسه، قال جوني الضباط مغاربة وقالوا لي هل تريد يا جلالة الملك أن تصلي في قسنطينة هذه الجمعة؟ رد عليهم الحسن الثاني ومن يضمن لي الصلاة في الجمعة التي تليها؟ ومحصلة الحديث الحسن الثاني يقول أننا لا نستطيع أن نقاتل ثورة. الجزائر كانت ثورة وما زالت لم تتشكل مع دولة، مع مصر وكوبا والاتحاد السوفيتي والمغرب من معهم؟ أي قال احنا إذا دخلنا في الجزائر ثورة، غلط أنك تحارب ثورة، تحارب دولة دولة، جيش نظامي بجيش نظامي. وهذه الغلطة اللي قام بها صدام حسين عندما دخل في حرب مع إيران وهي لازال الثورة. ننتقل من هنا كيمشوا للقاهرة، وهذه هذه الحاجة اللي حبيت أقولها. كيمشوا للقاهرة في 64 مش في 63 لأن الحرب صارت في 63، في 64 في قمة الإسكندرية الحسن الثاني أتى بمفاجأة عجيبة لعبد الناصر. عبد الناصر كان يبعث طيران للجزائر وكان يبعث ضباط، والمغاربة ألقوا القبض على ضباط مصريين أسرى وتركهم الحسن الثاني أسرى عنده. وعندما نزل بمطار الإسكندرية نزل الحسن الثاني، كان في استقباله عبد الناصر، ثم فتحت الأبواب لكي ينزل هؤلاء الضباط الأسرى. من بين هؤلاء الضباط الأسرى حسني مبارك، كان ضابط أسير عند الحسن الثاني وهو الذي سلمه إلى عبد الناصر في 64، كان طيار الوقت ذاك.